يعني الأهلي قبل قليل أمطر شباك نادي مصر بثمانية أهداف، أو اف سي مصر بثمانية أهداف. شفنا المباراة، نقلها لكم النادي الأهلي أو قناة النادي الأهلي على الهواء مباشرة. بنحاول إن إحنا يعني نكون معاكم في أي مناسبة بتكون في إيدينا. دي الأهداف قدام حضراتكم. افتتح الأهداف النجم الكبير عماد متعب بهدف تاريخي، هدف حلو يعني، تاريخي يعني في شكله، في طعمه، في كورة يعني بالهيد لكن بالرجل. بوس الدبلة بقى عمدة يعني، وحشنا بوس الدبلة بتاعتك دي. الهدف الثاني، يلا هاتولنا الهدف الثاني. كان في عماد متعب طبعا في الدقيقة العاشرة والثانية عشر، برضه عماد متعب اهو يعني حاجة، أستاذ أستاذ صبر على الكورة في 18 ووقع الجون وقعده قومه وحط الجون الثاني في الدقيقة 12.